من 24/2 لحد الآن كانت حالات متفرقة. الآن الوباء بدأ. الوباء يعني وفيات كثيرة حصير، إصابات بالمئات حصير أو بالآلاف. والسيطرة النظام الصحي سينهار قريبا. أقول لكم كل اللي قدرنا عليه 307 حالة النظام الصحي أنهك. الآن لما ما تجي باليوم 100 حالة أو 200 حالة أو 300 حالة أو ما أقدر أخوفكم يجوز 1000 حالة بالنجف يومية راح تصير، هذه ممكنة جدا بهذا الطريق اللي ماشيين به الناس. ما مستحيل نظامنا الصحي سينهار بسرعة انهيار تام. إمكانيات الدولة ضعفت، إمكانيات الناس المالية ضعفت، إمكانيات المتبرعين ضعفت، إمكانيات الكادر الطبي والتجهيزات للحماية تكاد تكون ضعيفة جدا. أهلنا وناسنا ما عندكم إلا التقيد بالتعليمات الطبية أو تسممون إذا استمرتوا بطريقة مناعة القطيع والاستجابة لهذه المواقع الاجتماعية أنه هذه مؤامرة وهذه مؤامرة، سيدفع ناسكم وشبابكم شيوخكم ثمن غالي. الآن إحنا في وضع في المستشفى نلاحظ عندنا حالات كثيرة على شفا حفرة من الموت، ووصلت لنا حالة توفوا اليوم عمر 48 سنة ولا حول ولا قوة إلا بالله، وعندنا يعني حالات قريبة من الموت وده نلاحظ يعني كلها بسبب عدم التقيد. صحيح اكو قسم متقيدين لكنه الناس ما متقيده، وبالنتيجه يدخل الجرثومه للانسان المتقيد اللي ما يقدر مهما كان. اهلنا وناسنا ما اقول اذا استمريتوا بهذا الطريق مال مناعه القطيع والاستماع للاشاعات الموجوده داخل المواقع التواصل الاجتماعي انه هذه كذبه وهذه فلوس وهذه فساد وهذه فساد من الدوله وفساد من الاطباء، ما اقدر اقول لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.